من الموجودين في قناه اليوتيوب. اليوم عندنا فيديو خاص بسياره امريكيه وهي تسلا موديل 2015. وببدا انه نشكر السيد دكتور غسان حسني ابو هادي على انه سمح لنا نسجل هذا الفيديو وهي سيارته الخاصه. هذا الموديل 2015، سعر السياره قيمتها 140 الف دولار كندي، تقريبا 110 امريكي. موديل حديث، الكترونيه او كهربائيه. هذه السياره تشوفون موديلها P85D. طبعا الموديل هسه 2017 يختلف، سووا عليها اوبشنات اكثر واضافوا عليها تحسينات يعني اعلى. هاي السياره ما تدير بها بنزين ولا بوجود محرك، مجرد انه موتور، مثل نقول موتور كهربائي، وتشحن السياره بالكهرباء وتمشيك. الشحن مالتها الفول تقريبا يمشيك حوالي بين 400 الى 500 كيلو. واذا خلص ما تكل شحن تقدر اكو محطات موجوده هنا في كندا، بين طبعا بريدير، اونتاريو، فانكوفر، بكل مكان اكو مكان للشحن. طريقه الشحن مالتها تضعيفها بالبيت، تشحنها تقريبا تطول حوالي نقدر نقول ساعتين او ثلاثه. في المكانات اكو السريعه في خلال نص ساعه تنشحن السياره لك. وهذه الفكره وما بيها الانجن مالتها، او مو الانجن، الماتور مالتها من تمشي، هم اضافه انه يشحن السياره في مالتها. اليوم راح اشوفكم انه هاي السياره انه شلون تشتغل وشلون هذه. هذا السويتش مالتها، طبعا شوفوا على شكل نفس الشيء شكل السياره، ما بي اي عمليه او اي دقمه او هذه، مجرد انه اللي قدام تدوسها تغطيها. تعال خلينا نشوف السياره هسه. طبعا سلفتها على الصندوق القدام. هاي سياره كهربائيه طبعا ما قلنا. افتح البنيت شوف محرك ما بيها، يعني لا اكو محرك، لا اكو دهن، لا اكو تبدل. هذه سياره كهربائيه مربوطه بالاقمار الصناعيه، بها جي بي اس، بها كل التفاصيل. هذه سياره امريكيه تسلا 2015، حاليا 2017 انه الناس، انه الشركه فتحت على التشجيع عليها اونلاين، ومن ثم انه اللي يسجل عليها ممكن انه يعني تحصل على السياره وما تحصل بها. اول وكيل في كندا هو في فانكوفر، حاليا اكو موجود في كالجاري، موجود في اونتاريو، وموجود في كل مقاطعات تقريبا في هذه. هذه المحرك من الامام، سياره ما بيها اي محرك اذا تشوفون. اوكي، نجي انه من الخلف، طبعا مجرد انه تضغط ماكو اي دقمه. هاي الخلف طبعا هي تاخذ الى 7 سيت. تشوفون هنا اكو كرسيين، وانه صندوق، مجرد صندوق، ماكو اي محرك، ماكو اي شيء، ولا انه سياره تكون انه داخلها. راح نشوف انه نصعد بداخلها السياره نشوفها. طبعا حنشوف انها من الجانب، من تجي السويتش ما يحتاج انه، مجرد تحطها بجيبك، اليدات طلعت، تفتح السياره وهذه داخلها. داخل السياره اذا تشوفوا داخل ابيض، هاي التسلا موديل 2015. راح نطلع بيها تراي ونشوف السيارة انه موديلها. الخلفي طبعا الدكتور عنده اطفال اثنين، او العفو 4 اطفال صغار الله يخليهم، فحاط السيت مالتهم موجود هنا. خلي طبعا موجود بيها السلايد من فوق موجود، وراح نصعد بداخلها. نحاول انه سيارة كلها كهربائية وكل التفاصيل مالتها موجودة، مجرد انه نسد الباب. اوكي، حاليا مجرد انه تدوس بريك، طبعا تشوف هنا اكو جي بي اس، بيها مربوط انه اشارة، بيها سيم كارت وبيها انترنت. والسيارة عطلت هذه السيارة في اي مكان، انه تقدر الشركة مجرد تتصل بهم على الامرجنسي فون نمبر، وهم يصلحون السيارة عن طريق الاقمار الصناعية او عن طريق الانترنت. هسه نحاول نشغلها. ماكو اي انه هاي، يقول لك حط السيت بيلت، فاحنا تحط الحزام الامان. يقول لك ما تشتغل السياره اذا ما تحط السيت بيلت. نجرب باعي انه هسه هنا، يعني ما اعطاني اشعار انه تشتغل السياره. اوكي، هسه ربطنا الحزام الامان. اشتغلت الكاميرا الخلفيه.
يعني ماكو سياره ما بيها صوت محرك ان تسمع ناطر. احنا متعلمين نسمع صوت محرك. هسه راح نحطه دي رجع لل سرعتها خلال نقدر نقول 3 ثواني توصل الى سرعه 100 كيلومتر بساعه. شوف السياره قاعد ترجع. هنا الكاميرا توضح لك 3D كاميرا موجوده بيها. نرجع الامام والسياره نحاول شوف السياره انه ما بيها مربوطه بالاقمار الصناعيه. بدها تشوفون السياره. طبعا السياره تقدر تسوق وحدها بالشارع وتسوي كنترول بيها وسيطرة بطريقة انه شلون السيارة مش وحدها. طبعا تسوي تحديد للشارع وهذه هنطلع بيها ثلاثة. طبعا ما نقدر احنا نمشي بسرعة بيها. يعني احنا مسوي فيديو سابقا ويا ابو هادي قبل فترة ونزلناه بالصفحة العراق كلها. اليوم نصور على العملية 47 سيارة كهرباء تشوف نار بعد هنا يعطيك اشعار بس السيارة من انه ثقل شفت لك من البنزين هي تثقل وحدها مجرد. طبعا هنا تشوفون يعطيك انه تاشيره انه ايش قد تمشيك السياره درجه الحراره ايش قد برا واضافه انه الباتري ايش قد بيشحن. تسلا موديل 2015 هذه قيمتها 140 الف دولار كندي وموجوده بالويب سايت. سياره امريكيه. ال 2017 بيها اوبشن جديد وفل لودد ومواصفات جديده وتفاصيل اكثر بيها وسياره يعني اكثر الكترونيه او هذه اكثر بها سنسرات وحساسات. واحده من الشغلات اللي سهلتها انه شفت الفطرك بالجامعه الاماميه سالتك قلت له الفطر مال الجامعه هذا ايش قد قيمته. السياره طلعت الجامعه مالتها ب 2000 دولار باع السرعه اللي بيها مالتها باع. تشوفون السرعة شلون وصلت 110 يعني ما تطول 3 ثواني توصل السرعة مالتها. يعني سيارة متطورة وكهربائية كلش سريعة السيارة هذه. طبعا ما تقارن بالسيارات اللي نقدر نقول السباق اللامبورغيني الفراري. هي مو سيارة سباق هي سيارة صالون يعني بس الفكرة ما بيها انه سيارة سريعة جدا. خلينا نرجع مرة اللخة ونشوف اللون السرعة مالتها. احنا بوخ بس صور عزلك تشوفون السرعة 120 وعشرين يعني. هاي السيارة الكهربائية اللي هي تسلا 2015 سيارة جدا بديعة ما يحتاج لا في ترشي ولا بنزين تدير ولا تحتاج انه تبدل دهن. عطلت بالشارع توقف تخابر الشركة بعدين تتصل بيك الشركة تصلحها عن طريق السيستم وتدخل على السيارة البروجرام مالتها ومن ثم انه تسوي كل العملية والتصليح السيارة عن طريقهم. السيارة تيجي وياها ورنتي تقريبا الفترة اللي تشتريها بيها تقريبا حوالي 5 سنوات ووكلاءها موجودة في كل مكان. راح نرجع نشوف انه بعض التفاصيل الاخرى ندورينه. الفيديو خاص لقناة العراق وكندا. سيستم مالتها خلينا نشوف انه موجود بيها. انا حقيقة انه يعني مو سيارتي فانه بس دا اشوف الاصدقاء الموجودين. اوكي. صوت الطيارة. اليوم انا حبيت انه اصور لكم بعض التصوير
الخاص بالسيارات الكهربائية في كندا، واللي هي واحدة من عندهم التسلا. راح نرجع هسه الداخل مالتها هنا، هذا كله القماش تشبول طبعا وجلد طبيعي لذر. السيت مالتها هسه راح نرجع بق شوفوا هسه هنا دوس بريك و حطت السيارة خلفية مالتها، الكاميرا مالتها يقول لك انت وصلت للهوم، انه هي مسوية سيتنج للبيت على الهوم. هسه احنا وصلنا تشوفون هنا هسه هي دي، فانه درايفر، فانه نرجع نحولها على الان نيوترال، وبعدين اكو هاي هنا الدقمة تدوسها تحولت بي. طبعا هنا شنو تقدر تفتح الهزام، تعطي اشعار انه تفتح البيبان. سيارة راح ننزل خلاص الباركينج، السويتش وياك هنا و تجي. طبعا من تفتح الباب مال السيارة تشوفون هنا تنزل الجامة، من تسد الجامة عملية عادة اليدات مال الباب ورا ما انه تقفل الباب هسه هنجرب انه نقفل الباب مالتها بالسويتش. لحظة بس انه هذا السويتش راح تشوفون اليدات غلقت عادة انه السويتش من يكون هذه، فتكون السيارة انه بالضبط مسح يعني ما تبين. هاي التسلا اللي هي موديل 2015، يوم حبيت اصور لكم اياها هذه، وموديل سيارة امريكية. ونشكر السيد الدكتور غسان الحسني للسماح انه بتسجيل هذا الفيديو سيارته لي واحد الأصدقاء. شكرا لكم أصدقائي، وإن شاء الله فيكم فيديوهات أخرى عن سيارة جديدة وتفاصيل أخرى.